وانا كنت في الليل البراش تحتاني البراش تحتاني طالع قلت كان يعطح هنا شفت اللي كان في عبو الكاميو قلت انا طريق نسكره وراهم رايحين قلت له هنروح نلقى الكروسه ولا عليها عليها زيان هي عليها زيان الواد ها لواه هذا يعاونهم اللهم يعاونهم واش يعاون كل راح من هي عليها زير منها زير جيت واد هي هذه اللي تجي تشوفهم ها واللي يعاون البوكه زعما ممكن ها بيدي يوجد بوك الجدول بيا من الكروسه برك هذاك هنا في اسمه حوايج حوادث كيما هكذا الوقت يلعب دور السرعه تاع الوقت تلعب دور تلعب دور اذا قعدوا كيما هكذا ثلاث سوايع بعدها خلاص كيف كيف راه العشرة الحداشر هما قرقوا على قد ايش طاحوا؟ 804 804 لا تعطر 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 اربعة ساعتين عندهم ساعتين ما الوقت يلعب دور كبير هنا والله فكرتني في عياش يوسف لا راني عياش الله يرحمه الله يرحمه باصة هذه في مسعادة هو تاع مسعادة هنا الرومي حتى الدوكلة هذيك اللي دخلتها وراه شوف زادت حصلتها وراه دوكا باش ترجع مشاريال وحدها برك بلا كروسة ما تقدرش فريدي هذا الميدات ميدات هذا صح تاع فريدي هذا ميدات محمد اسمه مش تاع البلدية تصليح تحفيدات وجمع تاع فريدي راهم دخلوا السلوم داخل يحاولوا يوصلوا السيارة داخل تحت الماء حتى وينقصوا السيولة تاع الماء كيف راه المشكل تحت كيف يوصلوا السيارة تحت في القلتة لداخل عمق 3 مترات راه في العمق تاع 3 مترات السيارة هذيك